here with channel مصر البلد. تابعوا اخباري على مصر البلد. تابعوا اخباري على مصر البلد. تابعوا اخباري على قناه مصر البلد. تابعوا اخباري على قناه مصر البلد. تابعوا اخباري على قناه مصر البلد. تابعوا اخباري على مصر البلد. اقفوا وراها ودعموها بكل قوتكم. تابعوا اخباري على مصر البلد. تابعوا اخباري على مصر البلد. قناة أنا بحبها جدا جدا جدا، بحبكم قوي. قناة حلوة قوي. أنا عاجبني اسم القناة جدا، مصر والبلد، لأن إحنا مصريين قوي وولاد بلد قوي. ومن أحسن لأحسن إن شاء الله. بقول لهم استنوني، أنا هعمل لكم مفاجآت كتير جدا، أغاني كتير جدا، أفكار جديدة خالص. جمهوري في مصر البلد بشكركم جدا على المتابعة، وكان شرف ليا إن أنا معاكم. تابعوا كل أخباري على مصر البلد، ويا رب دايما تكون أخبار حلوة وتسعدكم وتعجبكم وكل أعمالي تعجبكم. دايما في نجاح وتقدم، ودايما متواجدين في الحدث. والله أقول لهم كل سنة وهم طيبين، ومن نجاح لنجاح، ويا رب كل سنة في أحسن صحة وحالة. تابعوا أخباري على مصر البلد. تابعوا أخباري على مصر البلد. اقفوا وراها ودعموها بكل قوتكم. مصر بلد. تابعوا اخباري على مصر البلد. ثانك يو مصر بلد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي ومشاهدي. مفيش النهاردة برامج قناة مصر البلد. النهاردة كلنا بنحتفل، النهاردة جايين كلنا في قناة مصر البلد نقول لكل الشعب العربي والشعب المصري، مسلم ومسيحي، كل سنة وانتم طيبين، كل سنة وأهلنا طيبين، كل سنة وإحنا متجمعين، كل سنة وإحنا واحد مش اتنين، مسلم ومسيحي واحد، مسيحي ومسلم واحد. عمر الإرهاب ما هيفرقنا، عمر الإرهاب ما هيقدر يكسر مصر. مصر فيها جيش، فيها شرطة، فيها رئيس جمهورية، فيها شعب عنده استعداد يضحي بحياته عشان الأرض وعشان العرض. هي دي مصر. عشان كده كنا لازم نحتفل النهاردة، نقول للعالم كله إن مصر مسلميها ومسيحييها بيحتفلوا النهاردة. النهاردة جايين لكم في شكل جديد، جايين لكم ومعانا ضيوف من كل أنحاء العالم، جايين ومعانا ابن من أبناء مصر، معانا نائب من نواب مصر، نائب قدر يعبر في الفترة اللي فاتت عن العامل والغلب والفقير والغلبان والمحتاج، قدر يعبر عن كل حاجة بتهم المواطن المصري. معانا النائب فايز ابو خضره. مرحبا بحضرتك يا فندم. اهلا بك. منورنا النهارده، وكل سنه وحضرتك طيب. كل سنه وحضرتك طيب، واهل مصر كلهم طيبين يا رب ان شاء الله. ومعانا كمان بنت فلسطين، لان احنا اصرينا وقلنا هنا من داخل قناه مصر البلد، القدس عربيه، القدس عاصمه فلسطين، شاء من شاء وابى من ابى. معانا الاعلاميه الفلسطينيه بنت بيت لحم، بنت القدس، الاعلاميه سراب. مرحبا بحضرتك. اهلا وسهلا فيك. كل سنه وحضرتك طيب. وانت طيب وضيفك طيب وكل الساده المشاهدين بالف خير، وان شاء الله بينعاد علينا بالخير والبركه يا رب. يمكن النهارده على غير العاده، احنا مش هنناقش مشاكل، مش هنتكلم في هموم، احنا النهارده جايين نفرح ونفرح كل الشعب المصري. جايين نقول كل سنه وانتم طيبين بالطريقه اللي علمناها من واحنا صغيرين، ان لازم كل العالم يعرف النهارده ان مصر بتحتفل. سيادة النائب، نبدأ بحضرتك. عاوزين منك كلمة. احنا المفروض معلش، احنا المفروض تحياتا منا للقدس والشعب فلسطين. هنبدأ بالأستاذة الإعلامية. هي دي الروح المصرية. معلش. هي ده اللي اتعودناه، ده اللي
النبي المصريين نبدا بيها هي لان هي ضيفتنا وهي مش ضيفتنا هي طبعا هي في بلدها وفي بيتها انا مش ضيفه انا وسط طبعا اكيد في وسط اهلي في وسط اهلك طبعا بلد الثانيه يا استاذ اكيد بلدك الاولى كمان ان شاء الله الله يخليك يا رب هنبدا بحضرتك بالتحيه الاولى ان شاء الله وانا بعد حضرتك الله يخليك تفضل يا استاذ وائل انت عملت معايا حلقه قبل كده واتكلمنا عن القدس واتكلمنا عن فلسطين ونقلنا رفض الشعب العربي بدايه من فلسطين لحد اخر جزء في الوطن العربي والعالم الاسلامي كمان رفض كل الناس كل احرار العالم كل احرار العالم صحيح انت النهارده ما بقيتيش ضيفه خلاص انت بتعملي برنامج هذا البرنامج حول الحدث حول الحدث حول الحدث صحيح هتتكلمي فيه عن ايه اول شيء طبعا انا سعيده بوجودي معك سعيده بوجودي بقناه مصر البلد اهلي واسرتي الثانيه كل اخواتي وزملائي وزميلاتي انا سعيده بوجودي بينهم وبوجودي وسطيهم وان شاء الله تكون طبعا على طول ونكون دائما ايد واحده وعيله واحده. بخصوص البرنامج اللي بحضره هو برنامج سياسي اسمه حول الحدث، ان شاء الله حيكون برنامج اسبوعي راح يتناول القضايا السياسيه الموجوده بالوطن العربي. ناخذ اهم قضيه بالوطن العربي حصلت خلال الاسبوع حنركز الضوء عليها. طبعا رح نحكي كمان عن الاحداث السياسيه اللي حصلت، لكن بتكون في مشكله او قضيه سياسيه واحده عليها الاعلام ركز. هتتناولوا الحادث ده او القضيه دي؟ طبعا باي دوله عربيه ما في اي مشكله انه كل طبعا وجعنا واحد ومصابنا واحد، سواء بفلسطين، سواء بمصر، سواء بسوريا، سواء بالعراق، يعني مصيبتنا واحده وهمومنا واحده وفرحتنا كمان واحده. انا قبل عاوزين منك حاجه ثانيه كمان، انت من بيت لحم. العالم كله بيحتفل واهل فلسطين بتحتفل من بيت لحم. صحيح. انقل لنا ايه اللي بيحصل هناك. يعني اكيد الان بفلسطين في احتفالات وفي اعياد، بتعرف انت بيت لحم في لها وضعيه خاصه بانها يعني مهد السيد المسيح. مهد السيد المسيح طبعا اكيد. فالان طبعا يعني الحجاج او الطوائف المسيحيه بتيجي من كل بقاع العالم، كل بقاع الارض. يعني انا حتى السنه الماضيه فرحت كثير بانه شفت سيدات قبطيات كانوا موجودين بكنيسه المهد، انا كنت يعني بتلفت وراي شفت سيده قبطيه كانت بتدور على انه كرسي انه يعني تجلس عليه. فبتكون الان يعني بيت لحم فيها من كل انحاء العالم جايين بانه يعني يحجوا مهد السيد المسيح، وان شاء الله طبعا بكون يعني ان شاء الله بنحتفل السنه الجايه مع بعض بكنيسه المهد وبكنيسه القيامه ان شاء الله كمان ان شاء الله. انا على وعد، انا على وعد معاكي. انا طبعا جاي معاكي فلسطين وجاي بيت لحم ورايح القدس. شرفنا يا استاذ وائل كل مكان معاكي طبعا. بس قبل الحديث عن بيت لحم، انا بحب انه اعزي الشعب المصري بعد الحادث الارهابي اللي حصل امبارح، اول امبارح بكنيسه بحلوان. بدي احكي بانه يعني الارهاب طبعا ما بيميز، ما بيفرق لا بين مسلم ولا بين مسيحي. تمام. مش اول حادث اللي بيحصل ولا اول اعتداء بتم على دور عباده. الحادث امبارح كان له حاجه خصوصيه خاصه وتوقيته يا وائل، الشعب المصري صحيح. وافراد الشعب المصري بعيد عن الشرطه والجيش هم اللي قدروا يمنعوا صحيح. الراجل ده ويقدروا يقبضوا عليه. فعلا كان في تلاحم، كان في تلاحم. سمعتي ان القسيس الكنيسه او بابا الكنيسه شكر امام الجامع؟ امام صحيح. الجامع طلع بينادي على الناس الحقوا الكنيسه، طلع كل المسلمين المنطقه مسلمين ومسيحيين يدافعوا. هي دي مصر، دي مصر، هي دي العرب، هي مصر، ده الشعب مصر. ولهيك بحكي لك هي مش اول اعتداء بتم على دور عباده سواء على مسلمين او على مسيحيين. فالاعتداء على بيوت الله وبيوت العباده يعني شو بدك اكثر من هيك اجرام؟ ايش في اكثر من هيك سفاله واكثر من هيك انحطاط واكثر من هيك دمويه؟ بس هذا الشيء اكد انه العصابات، عصابات الدم، عصابات الاجرام انها افلست. اذا بدل على شيء بدل على افلاسها. واللي حصل امبارح مع حضرتك تفضلت بياكد انه الشعب المصري ايد واحده، وعمر ما بتدخل الفتنه، عمر ما اي فئه بالدنيا ممكن تزرع الفتنه بين ابناء الشعب المصري سواء كان مسيحي او مسلم. الرحمه طبعا، الرحمه لشهدائنا، وان شاء الله يعني بتمنى الشفاء العاجل للجرحى، وان شاء الله ربنا بيلهم اهلهم وذويهم الصبر والسلوان. انا عاوز اطمنك، هنا في مصر كل المخططات الصهيونيه الماسونيه، كل المخططات اللي بتحاك بالدول العربيه بتيجي عند مصر هنا ولازم تنكسر. عارف ليه؟
ده ربنا حافظ مصر من فوق 7 سماوات. ربنا قال لنا ان مصر دي محفوظة بجيشها باهلها بناسها برئيسها، هي دي مصر. عشان كده اصرينا كلنا نحتفل ونقول لكل العالم من هنا من ارض السلام من مصر كل سنة وانتم طيبين. سيادة النائب طبعا يعني هكمل حديث اختي الفلسطينية المحترمة، بنعزي الشعب المصري في شهدائنا الابرار، وزي ما حضرتك قلت وصلت وقلت هي دي مصر. لما امام المسجد يمسك الميكروفون ويقول الكنيسة تضرب يبقى هي دي مصر. ولا عم صلاح لما عم صلاح يترمي فوق الارهاب ويمسكه وهو ممكن وهو بيتلفت له ممكن يضربه بالنار ويموت فيها، لكن هو نسي الكلام ده كله وافتكر حاجة واحدة بس، ان هو انسان مصري وبينقذ اخوة المصريين. فهو ده الشعب المصري، مصر هي كده، وان شاء الله ستظل في رباط الى يوم الدين. نحتفل بنحتفل لان احنا فوق، يعني الجراح دي كلها ما بتمنعناش من الاحتفال. بنهني اخواننا المسيحيين، بنقول لهم عام سعيد وعام سعيد ان شاء الله لكم في حياتكم، واحنا ما فيش فرق من مسلم ومسيحي، واحنا طول عمرنا ما نعرفش ان في فرق من مسلم ومسيحي في مصر كلها. فكل سنة ومصر طيبة وشعبها الطيب المحترم بخير، مسلميها ومسيحيها، وان شاء الله السنة الجاية ان شاء الله هنحتفل جميعا، وزي ما فضلت الاخت ان شاء الله نحتفل، والكرسي ان شاء الله عربية، والكرسي ان شاء الله حضرتك قلت رغم انف الحاقدين والحاسدين القدس عربية ان شاء الله القدس عربية. سيادة النائب داخل زميلنا الان دلوقتي الاعلامي ابراهيم فضل زيدان، ما شايفينه في الشاشة اهو داخل، وفريق الاعلام بتاعه جايين كلنا النهاردة في كرنفال، نقول في قناة مصر البلد، نقول لكل العالم من هنا، كل العالم من داخل مصر من هنا، ان احنا هنحتفل. عملتم مهما تعملوا من مخططات، عاوزين تهدوا البلد، استحالة مصر بتنهاش ان شاء الله. مصر هتفضل واقفة على رجليها ان شاء الله، مصر هتبقى قادر. هي الشوكة في حلقهم جميعا. سيادة النائب فضل فندم، النهاردة احنا عاملين استطلاع رأي داخل القناة على النواب وطلبات الأحاطة والأسئلة تقدمها في المجلس والاستجوابات ومشروعات القوانين. لقينا حضرتك قدمت مشروع قانون يهم كل عمال مصر، كل العاملين بالقطاع الخاص. كنا بنسمع ان اي صاحب شركة ممكن يفصل العامل او بيمضي على استمارة 6 من البلد كده من الاول. ايه مشروع القانون ده؟ لا حضرتك معلش يعني ندي الحق لاصحابه، يعني وده قانون العمل. قانون العمل اعدته الحكومة بالاتفاق مع رجال الاعمال واتحاد الصناعات المصريه والغرف التجاريه وعده جهات، اجتمعوا جميعا واقروا هذا القانون واجتمعوا على بنوده وعلى كل المسوده بتاعته. جالنا احنا في لجنه القوى العامله، احنا لجنه القوى العامله صحيح عدلنا كتير فيه قوي، بس كنا كل ما نبغاه في هذا الموضوع ان احنا التوازن ما بين مصلحه العامل ومصلحه صاحب العمل. يا استاذ وائل مفيش اي مؤسسه او اي شراكه لازم ما بتنجحش بجناح واحد، لازم بجناحين، العامل وصاحب العمل. فازاي كنا نوفق؟ وكان ده على فكره عمليه صعبه، ازاي حضرتك حقوق العمال ياخدوها بدون ما صاحب العمل يبقى عنده اي غضاضه او اي حاجه في نفسه، وفي نفس الوقت صاحب العمل ياخد زي حقه بدون ما احنا نيجي على الغلابه من اصحاب من العمال الضعفاء البسطاء. فكان هذا القانون، هذا القانون انا بعتبره نقلة نوعية، وهو مكمل حقيقي لقانون الاستثمار. حضرتك ما فيش اي بلد بتنجح الا اذا كان قوانين الاستثمار والعمل فيها طبعًا. قوانين ناجحة. انا النهاردة مستثمر اجنبي وجاي مصر، اول حاجة بسأل عليها قانون الاستثمار يا جماعة شكله ايه عندكم؟ بيقولوا والله 1 2 3 4. طيب قانون العمل، القانون العمل ده مكمل، ما هو انا هجيب عمال منين؟ انا هجيب عمال مصر. العمال المصريين ايه حقوقهم وايه واجباتهم؟ عشان انا كمستثمر اضمن ازاي ان الناس دي تؤدي العمل الموكل اليها بما بالعمل الصحيح. فاصبح هذا القانون مكمل لقانون الاستثمار، واحنا وانا بقول ان هم جناحين الاستثمار في البلد، قانون الاستثمار وقانون العمل. احنا النهارده عاوزين نفرح الناس، النهارده عاوزين نعيد على الناس. تمام، مسلم ومسيحي، مسيحي ومسلم، نعيد عليهم. تمام، قانون العمل هيصدر. قانون العمل نزل للجلسه العامه، نزل دلوقتي اتعمل فيه التقرير، اتعمل بتقريره ونزل للجنه عامه عشان ينزل الجلسه العامه عشان اقراره. خلاص الموضوع اصبح قاب قوسين او ادنى، ايام معدوده وقانون العمل سيقر، وان شاء الله يعني يوم ما يقر ان شاء الله هنيجي نقعد معاك هنا ونجيب القانون كله ونقراه ماده ماده. عندنا 275 ماده في هذا القانون، اهمهم
زي ما حضرتك قلت الغاء استماره 6، ما عادش حاجه فيها ان انا النهارده يوم ما اوقع عقد العمل بتاعي اوقع عقد الفصل بتاعه والله ده استقالتي انها لا، الاستقاله لا تقدم الا امام الجهه الاداريه. عشان اقدم استقالتي لازم اقدم قدام الجهه الاداريه، طب هقدمها اللي كانت في اليوم والساعه والتاريخ، فما ينفعش اصبح خلاص يبقى الولاء زي موظف الحكومه بالظبط، موظف حكومه 6 سنوات ويتم تثبيت العامل. كان الاول العامل ما لا يثبت، لا 6 سنوات اظن دي فتره رائعه، فتره طويله ان العامل وصاحب العمل خدوا على بعض وعرفوا بعض، يثبت العمل تلقائيا. العامل بياخد كل حقوقه، له حق، له حق الاضراب. مش كتير. ودي على فكره كان اتحاد العمال نفسه كان موافق عليها وموافق عليها تماما، يعني قال لك ان في بعض العمال بيقعد سنه واثنين وثلاثه وبعدين يقول لك لا طب ما انا عايز احسن مستوايا، اسيب هنا واشتغل في مكان افضل او كم او مكان ارقى او راتب اعلى. فكان هيصطدم بان هو لو اتثبت ما يقدرش يسيب، هيبقى نفسيته فيها حاجه. فاحنا ادينا 6 سنوات دي كفرصه، اعتقد بعد 6 سنوات بقى ملوش حجه، لا العامل له حجه ولا صاحب العمل له حجه. المراه خدت حقها بالكامل في هذا الموضوع. النهارده المراه بقت زيها زي موظفه الحكومه بالظبط، لها مرتين اجازه وضع و4 شهور في المره الواحده. كده قلت 3 شهور، دلوقتي بقت 4 شهور في المره الواحده زي موظفه الحكومه. بقى لها حقوقها في اجازات الوضع، اجازات الحضانه، عامل مرأة بالظبط، التدريب والتاهيل، اخذ برضو مواد كتير في التدريب والتاهيل، ان لازم العامل يدرب تدريب عالي. احنا مشكلتنا في مصر زوائل ان العامل بتاعنا في بعض الاحيان واخدها بالفهلاوه وبالمحبه وبالاخوه، ما حدش ينفع، لازم يكون متدرب تدريب وتدريب عالي وتدريب عالي. انا كنت حضرتك وانا في البلاد العربيه في السعوديه مثلا الاقي العامل مثلا الاماراتي، لا اسف، العامل التركي مدرب صح وعارف صح، انا بتاعي اذكى منه واقوى منه لكن مش متدرب صح. لكن النهارده لما يكون بذكاء العامل المصري يتدرب تدريب كويس هيبقى احسن وافضل. المصانع فرضنا عليها يكون عندها مراكز تدريب، في مراكز تدريب على المنتشره على مستوى الجمهوريه، كل الكلام ده. وفي مواد كتير حضرتك لو اتكلمنا فيها هنقعد نتكلم فيها 3-4 ساعات، بس انا بقول لحضرتك ان هذا القانون سيكون نقله نوعيه بالنسبه للعمل الخاص في مصر، سيجعل الشباب يبداوا يفكروا جديا في الاتجاه للعمل الخاص. بلغوني بوصول دينامو القناه، بلغوني دلوقتي بوصول دينامو القناه المدير الاداري بتاع القناه الاستاذ محمد عبده، يمكن ده من الناس اللي شايله القناه بتشتغل خلف الكاميرات ما تشوفوش صوره اصلا. هم دول لا حد ما هم دول يعني ما هم دول اللي بيساعد بيساعد كل المذيعين اللي هنا والمخرجين والمعدين والتصوير، ده الجند المشغول يعني اللاعب الذي اللاعب الذي لا يراه الجمهور. وعندنا طرد وعندنا النهارده احنا اجزاء مرحبنا بمحمد عبده. لازم كلنا النهارده عندنا اخ جوه القناه، رئيس تحرير القناه بيفو محمود بيبو. كان فرحه هو والمعده مروه، ودول الاثنين من اولاد القناه. يعني يا دوب مروه دخلت القناه خطبها بيبو واتجوزها، عشان لازم نقول لهم الف مبروك وكل سنه وهم طيبين. النهارده يا احمد لو صوره بيبو ومروه موجوده ماشي، يعني الاثنين دول فعلا هنا لان القناه دي مليانه حب. معظم اللي فيها شباب صغير، الصوره معانا ادي بيبو ودي مروه. ألف مبروك لهم. يعني ربنا يتم عليهم بخير إن شاء الله دايما. الولد والبنت دول والمجموعة اللي هنا، كل اللي في القناة، كل كاست اللي في القناة اللي بيحبوا بعض جدا. احنا قلنا يبقى النجاح بيبقى ايه؟ بالتيم ورك. النجاح ما بيبقاش عمل فردي، نجاح عمل جماعي. فأنت حضرتك دلوقتي بتحكي عن العمل الجماعي اللي بيوصل للنجاح. عشان كده تلاقينا كلنا شغالين بحب. بالظبط. محدش جاي النهارده مجبور، كله جاي النهارده. وانضمت لكم زميله جديده ان شاء الله، يبقى ان شاء الله. ومعانا العضو المتنبي للقناه المهندس مصطفى كمال والاستاذ خالد كمال رئيس مجلس الاداره. ناس فعلا مدين فرصه لنا كلنا نتكلم براحتنا، طالما بنتكلم في الاطار ان احنا بنحاول نساعد الدوله، نقوم الدوله. مصلحة البلد. مصلحة مصر، وهو ده المطلوب. كلنا كده. لازم. وفعلا خلاص كلنا خلاص خدنا قرار. احنا مش مصلحة مواطن وائل بيه، احنا في مصلحة البلد، في مصلحة مصر. لا في مصلحة رئيس ولا في مصلحة حكومة، احنا في مصلحة مصر. طبعا. وطالما في مصلحة مصر يبقى كل شيء إن شاء الله هيمشي لقدام إن شاء الله تبقى للدنيا. أستاذ فايز وأستاذ وائل، هو الجو العام بأي عمل هو اللي بيخلق، يعني هو اللي بيخلق حب الإنسان تمام لعمله أو لا. يعني كثير الإنسان مر بتجارب عمل، مر كثير اشتغل، كثير كتير إجا.
بس يعني بأمانة اللي بيصير بي يعني بمصر البلد، انت بتشعر انه انت جاي مثل ما تفضل وائل، انت جاي بحب، انت مش جاي لأن اليوم اليوم ما في دوام، اليوم مثلا اليوم اجى كل مجاز، بس بتفرق ما بين انه احنا طالعين احنا حابين نطلع، احنا حابين اليوم نجتمع، احنا اليوم حابين انه كلنا كأسرة نكون موجودين، سواء من المدير لأصغر موظف، احنا حابين اليوم انه كلياتنا نجتمع نحتفل مع بعض، فبتختلف كثير. هون اي انسان فينا بحب انه يقدم اجمل ما عنده، افضل ما عنده، فمن هون بيكون هون النجاح. شراب كل سنه وانت طيب. وانت طيب يا وائل. النهارده عيد ميلاد شراب اصلا. فعليها تحتفل. وانت طيب. كل سنه طيب. داخل القناه. كل سنه طيب. ووسطي زمايلي انا عايزه ايه يعني عايزه ايه؟ انت كل سنه احسن من كل طيب يا وائل. وانت فعلا منوره مصر كلها. الله يخليك. الله يخليك. معانا الاستاذ حاتم عسكر برضه زميلنا وصل دلوقتي. ده زميلنا في القناه برنامج سواعد النجوم. انت جبتوا الناس كلها النهارده يعني ما حدش ما خلوش حد يحتفل النهارده. لا كله 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 احتفل مع بعض كلنا وحتى خدنا المخرج ومدير التصوير كان احمد امين واحمد مجدي قعدوا عبر الاستوديو ده من امبارح بيجهزوا في الاستوديو عشان نقعد فيه. ده الراجل قاعد ورا الكاميرا ده اللي ما حدش شايفه ده واحمد حتى قبل ما ننزل على الهواء قال ما حد الاستوديو مفاجاه ما حدش يدخل. فانا اتسرقت ودخلت كده بينهم بالراحه كده عشان اشوف شكل الاستديو ايه بامانه. ده صح. كل وإهاب المخرج المنفذ وحسام وعبد الله وايمن وصبري ونور نور مديره الاعلانات القناه حاجه كده. كل اللي هنا بيحبوا بعض بجد. كل اللي هنا عاوزين يبنوا مصر بجد. كل اللي هنا عاوزين يشتغلوا لمصر. كل اللي هنا عاوزين نبنيها بجد مش نبنيها بالكلام. يمكن احنا هنا بنتكلم في كل حاجه في كل مشاكل الناس. يمكن انا في البرنامج بتاعي بتكلم في كل مشاكل الناس كل هموم المواطن المصري. طيب هو اظهار المشاكل ده نوع من انواع العمل يعني طبعاً. النهارده وانا لما القي الضوء على المشكله عشان اضوي على الحل فالحل ده هيعمل شغل. ما انت النهارده عشان انت اكتر نائب تواصلت معانا في حل مشاكل الناس. انت هنا النهارده بجد عشان نقول لك شكرا. انت هنا النهارده لا شكرا لا عشان نقول لك على واجبي يا استاذ وائل عشان نقول لك فعلا تستحق ان تكون نائب العام. ربنا يخليك يا استاذ وائل ربنا يعزك بجد دي حقيقه. بس صدقني انا بعتبر كمان ان انا مقصر كمان انا بعتبر نفسي مقصر لان انا برضو كنت اتمنى ادي كده 10 مرات بالنسبه للمواطن ادي كده اكتر 10 مرات بالنسبه للناخب. انما الناس اللي انتخبوك دول انتخبوك ليه؟ دول عندهم امال وطموحات فيك. انا بدي نفسي 3/10 في تحقيق امال وطموحات الناس دي. انا كنت اتمنى اكون 8/10 و9/10 بس انا بعمل يعني صدقني استاذ وائل انا بعمل قصارى جهدي. بس حضرتك عارف البلاء الدنيا معلش الظروف الاقتصاديه وانا يمكن يعني لما بقابل مجموعه من الناس بعتذر له واقول لهم معلش البلد معلش شويه واقفه والدنيا سامحونا شويه معلش مش قادرين يعني همومكم مش قادرين ألمكم مش عارفين ننسى لكن ان شاء الله انا متاكد ومتيقن ان القادم احسن واحسن بكثير. يعني القادم ان شاء الله افضل وافضل كثيرا. يعني انا النهارده جات لي رساله كده من الناس اللي بيبعتوا معايدات كانت عجبتني قوي والله بيقول وانتهت السبع العجاف والقادم افضل باذن الله. فانا بقول ان شاء الله سبع العجاف انتهم وان شاء الله مصر من السنه الجايه من 18 ان شاء الله عام 18 يكون ان شاء الله خير على مصر يكون عام خير وخير على شعبها وخير على رئيسها. رئيسها اللي بيشتغل 24 ساعه في 24 ساعه رئيسها اللي الناس مش حاسه هو بيعمل ايه. للاسف في كثيرا من يعني للاسف مش هقول كثيرا هقول بعض وللاسف مش بعض يا ريتهم ناس مش عارفين لا ده بيسموا نفسهم النخب والنشطاء ما احنا شفناهم بعد 25 يناير والاسماء اللي هي تخوف دي اللي هي طلعت في الاخر ولا حاجه خبر حضرتك. وللاسف بيهاجموا الدوله ويهاجموا رئيس الدوله تهاجموا انت شايف راجل بيعمل ايه. راجل واخدها من الشرق للغرب ومن الشمال للجنوب ليل نهار مشاريع قوميه بتتفتح شغل كبير بينفتح يقول لك هو بيعمل 400,000 وحده سكنيه بتبنوا في سنه اللي اتبنوا في 30 سنه اتبنوا في سنه. بيعمل 6,000 كيلو متر اسفلت في بعض بعد اذن حضرتك انا هطول شويه في الموضوع ده. في بعض الدول بيقاس تقدم الدول في عدد الكيلو مترات المسافلته في هذه البلد تقدمها. فالنهارده لما الرئيس الدوله لما المشروع القومي للطرق ده يتعمل فيه 6,000 كيلو على مستوى الجمهوريه الطرق بيحكي بيها الجميع وعلى اعلى مستوى انجازات الرئيس عبد الفتاح السيسي لا ينكرها الا جاحد او مش شايف
لا هم يعني على يعني على هو اهل البلد اطفال يعني بالظبط. بس برضو لازم الناس تبص للغلابه، الحكومه تبص للغلابه شويه. سياده النائب احنا النهارده جايين نحتفل. لسه المخرج يعني بيقول لي الحق يعني النهارده جايين نحتفل. ما احنا بنحتفل بعد كده بنحتفل. سراب انت برضو هنا، انت عارف النهارده هنا ليه؟ ليه؟ عشان انا هنا عشان اكون وسط اهلي وسط زمايلي وحبايبي واخواني. ان احنا معاكم وريشنا معاكم وبلدنا معاكم وكلنا معاكم. اكيد يا وائل اكيد، يعني يعني ما في شك عند اي فلسطيني بنشوف موقف مصر، يعني مصر طول عمرها مع الشعب الفلسطيني، وما بدنا انه نحكي يعني نقلب الامور انه سياسه. كل الشعب الفلسطيني بيعرف موقف مصر، وبيعرف كمان موقف الشعب المصري. الشعب المصري يعني اخ وحبيب، واحنا بلد واحد ان شاء الله، وراح نفضل باذن الله ان شاء الله كل العرب ان شاء الله يبقوا واحد. كل الدنيا لازم تعرف النهارده فعلا، النهارده يمكن احنا غرضنا اما نجيب عضو مجلس نواب مصري ده ممثل للشعب المصري، اما نجيب اعلاميه فلسطينيه دي ممثله لفلسطين، كل العالم كله ان الشعب العربي كله واحد، ان الشعب العربي كله بيحتفل. ارهاب مش ارهاب، احنا هنا هنقضي على الارهاب، هنقضي على الارهاب بكل الطرق المتاحه، سواء بالجيش بالشرطه بالشعب، هنقضي على الارهاب. وكان لازم النهارده نعزي كل شهداء مصر ونقول لهم دمكم ده احنا بسببه قاعدين النهارده امنين. طبعا قاعدين امنين طبعا. فلازم نديهم مليون تحيه ومليون تعظيم سلام لكل اللي دمه راح فداء للارض دي. وانا ما اظنش ان دمه راح، لانه هو عند ربنا في الفردوس الاعلى ان شاء الله. سياده النائب انا عاوز كلمه منك بقى للشعب المصري تطمنهم. لا ان شاء الله المصري انا يعني انا بطبعي متفائل، يعني انا طبيعتي ان انا متفائل، لكن انا التفاؤل بتاعي بيزداد يوم عن يوم. واؤكد لحضرتك دلوقتي وان شاء الله لو لنا عمر، لو كان في العمر بقيه العام القادم 19 واحنا جينا على 19 نقعد مع بعض القعده دي انا وحضرتك، واقول لك يا استاذ وائل افتكر السنه اللي فاتت كنت بقول لك ايه، ان هذا العام القادم في بشائر خير لهذا الشعب ان شاء الله موجوده، في اوضاع اقتصاديه هتتصلح كتير، المواطن هيحس بثمره بتاعه البلد دي بتتحرك لقدام ازاي. انا ان شاء الله في عام 18 ده ان شاء الله في وضع اقتصادي احسن لهذه البلد. ده عام الشباب. هو عام 18 احنا مسمينه عام ذوي الاحتياجات الخاصة. هو فخامة الرئيس سماه ذوي الاحتياجات، وبالفعل احنا في عام 18 الاسبوع اللي فات اقرينا قانون ذوي الاحتياجات الخاصة او ذوي الاعاقة، تم اقراره جدا. مشروع يعني مشروع انا وحضرتك كنا في جمعيه من الجمعيات وقاعدين بالظبط هناك بالظبط. انا زعلت بامانه لان احنا بنديله شهاده وبرواز كده. انا كان نفسي نشوف مشاكلهم ايه ونحلها. عملنا قانون لم يصدر من 40 سنه، بقى له 40 سنه منتظرينه، قانون ذوي الاعاقه، تم اصداره الاسبوع الماضي، وكان بمناسبه كمان علم اليوم العالمي لذوي الاعاقه العالمي، اليوم العالمي لذوي الاعاقه، واحنا يعني كمان اصرينا ان هو لازم يكون موجود فيه، ولان العام القادم اللي هو عام 2018 سيكون عام الاعاقه المصريه، ذوي الاعاقه المصريه. انا ما بحبش تعبير ذوي الاعاقه، بس للاسف هو تعبير عالمي او القدرات الخاصه او تعبير بالظبط، ذوي يعني ذوي القدرات الخاصه، ذوي يعني هم لهم، هم احسن منا في كل حاجه. انا شفنا منهم ابطال عالم، هم كل منا يعني بالظبط. انت حضرتك لما بنقول لهم بياد الخاص من قوس اللاعب بتوعنا بتوع ذوي الاعاقه بياخدوا الميداليات الذهبيه، اللي بيروحوا في الاولمبياد العام ما بيجيبوش حتى واحده برونزيه، هو بياخدوا ذهب وفضه وبرونز. فانا بعتبرهم هم اللي احدى اصحاب الاعاقه مش هم اصحاب الاعاقه. فانا يعني باكد لحضرتك ان شاء الله القادم افضل، والقادم ان شاء الله مشرق، ومصر ان شاء الله الى الافضل. كل سنه هتبقى احسن من اللي بعدها، وزي ما بيقولوا يعني ما دقت الا ما فرجت، يعني ان شاء الله يعني ان شاء الله مصر طبعا 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 بخير، ومش هنلاقي وهتستمر بخير وهتستمر بخير ان شاء الله. ويكفي يا استاذ وائل نعمه الامن التي عيش فيها الشعب المصري طبعا. والله العظيم ان لم يكن هناك في العالم كله الا نعمه الامن فهي تكفينا. ما احنا جربنا بالظبط، احنا جربنا اظن جربنا وجربنا قوي عرفناه بس يعني ايه احنا جربناها كده كانت لمسه صغيره. في ناس غلابه بقى لهم بالسنين بيعيشوا في زي الاخوه في سوريا، ربنا يفك اسرهم يا رب وتنتهي ازمتهم على خير، الاخوه في ليبيا، الاخوه في اليمن، الاخوه يعني ربنا ان شاء الله تنتهي ازمتهم على خير يا رب ويعيشوا في امن وامان يا رب ان شاء الله. في ضيوف برضه وصلوا القناه دلوقتي حالا،
برضه عاوزين نرحب بيهم ويقابلهم الاستاذ خالد كمال الاستاذ الحسين كارم وضيفه ويقابلهم الاستاذ خالد كمال رئيس مجلس اداره القناه. شوف رئيس مجلس اداره القناه واقف على الباب بيقابل كل الضيوف طبعا طبعا كل المذيعين حتى اللي في القناه بيقابلهم طبعا. هو والمجموعه اللي معاه ومدير القناه كله كل الناس طبعا. كل الناس اللي معاه وطاقم العمل اللي معاه واقف يقابل الناس من على الباب طبعا. حاجه كده بتخلينا واحنا شغالين في القناه دي نحس بفخر بجد والله معنوياتك. انا هقول حاجه لله يعني والله ما في مره رئيس مجلس الاداره او العضو المنتدب اللي هو انا بعتبره استاذي مهندس مصطفى كمال والاستاذ خالد كمال ما في مره قال لي السكريبت بتاعك في ايه يا واد ما قال لي النهارده انت هتتكلم في ايه اصلا تمام. احنا متفقين من مع بعض على الاول على كلمتين ان احنا في خطوط حمراء كلنا بنشتغل من خلالها لان احنا كلنا هنا بنحب البلد كلنا هنا عاوزين نبنيها استحاله نكون اداه تدميرها زي اي قناه تانية استحاله مش هيحصل يمكن كلنا هنا من احمد مجدي اللي واقف على الكاميرا لاحمد امين لكل المجموعه اللي شيماء عبود وريت الاعداد معانا او نور هنا ابو المجد كل المجموعه دي فعلا شغاله بيحبوا البلد عاوزين ينقلوا صوت الناس كلها صوت الغلابه صوت الحق عاوزين يقولوا المسؤول اتفضل لو انت مش شايف المشكله دي المشكله اهي ممكن تحلها مش الغرض ان اطلع هاجم المسؤول لا 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 واقول لا له اقطع فيه على لا ما بعملش الكلام وهي دي الميزه اللي في برنامج حضرتك وانا يمكن شكرتك عليها مره انك ما بتقولش لحد انت وحش وانت لا لا وانت لا خالص لا. انت في مشكله اهي في مشكله قادر تحلها حلها مش قادر مش قادر شوف حد غيرك يحلها مش قادر وده هو الصح يعني ده يعني عشان كده احنا فعلا انا فعلا باسمي وباسم كل زملاء المذيعين في القناه لازم اتوجه بالشكر للمهندس مصطفى كمال العضو المنتدب والاستاذ خالد كمال رئيس مجلس الاداره فعلا مدينا الحريه الكامله اللي احنا ننقل نبض الشارع كامل عشان كده انا بقول لهم كل سنه وانتم طيبين برضه لان انتوا اللي علمتونا ازاي نتكلم مع الناس سراج انا عاوز كلمه منك لكل الشعب العربي انا يعني بصراحه انا حزينه على اللي صار بالوطن العربي سنه 2017 كانت من اصعب السنوات من اكثر السنوات ايضا مراره والم واسى ان شاء الله طبعا 2018 تكون غير ان شاء الله يحل فيها الامان والسلم الوطن العربي بطل يعرف لا امن ولا سلم وسبق انا وحكيت ما بيعرف السلم والامن الا من افواه البنادق والبواريد والرصاص الى اخر ذلك كم ام بتصيح كم طفل صغير بيبكي كم سيده ترملت كم وحده مات اخوها مات زوجها الى اخر ذلك فاوطاننا العربيه حالتها صعبه جدا وعانت بال 2017 كانت سنه سيئه جدا ان شاء الله تكون 2018 تحمل بشائر خير الاوطان العربيه كلها تتحرر كلها تستقر السنة الجاية كل العرب كله اتحدوا وفعلا نحتفل يا رب ان شاء الله يا رب ان شاء الله ايضا على فلسطين برضه فلسطين كان بالنسبة يعني لاخوتنا بفلسطين كان عام صعب جدا وعام قاسي جدا ان شاء الله بيجي العام القادم وتحررت فلسطين من نير الاحتلال ومن رجسه وكل اخوتنا العرب برضه واوطانهم رجعت وعادت سواء سوريا سواء العراق سواء اي بلد عربي وان شاء الله بتفضل مصر قوية بجيشها بشعبها بأهلها أنا بمصر ما بحس حالي بإني غريبة أنا بحس حالي بإني مصرية مين مصر جاء مصر دي قلب الوطن العربي أم الدنيا قلب مصر العربي. يمكن من أكثر البلدان اللي أنت ما بتحس حالك فيها أنه أنت غريب وبالعكس المصري بحب العربي أكثر ما بحب المصري يعني هاي أنا شهادة بأمانة بحب العربي أكثر ما بحب المصري شعب بحب الحياة بحب برغم مآسيه برغم اللي بشوفه برغم أوضاعه الاقتصادية برغم كل ما عنده إلا أنه بحب الحياة وبحب يضحك وبحب ينبسط سيادة النائب قال كلمة قال هنا الأمن صحيح عارفة أي حاجة تيجي بعد الأمن صحيح هنا 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 حاجة في مصر احنا جايين في الطريق كلنا مفيش مشاكل بس نبص يا وائل للدول العربيه الثانيه يعني ان شاء الله طبعا برجع الامن فيها والاستقرار فيها ان شاء الله ونقارن ما في مقارنه العربي. يعني ما في مقارنه ان شاء فإن الله فان شاء الله كل الدول العربيه برجع فيها الامن وبرجع فيها الامان وبتصير مثل مصر واحسن من مصر ان شاء الله انا عاوز اقول لك بجد انا بنشكرك لوجودك معانا النهارده بنشكرك لانك نقلت صوره الشعب الفلسطيني
بنشكرك لان احنا من خلالك بنقول لكل الشعب الفلسطيني كل سنه وانتم طيبين، من القدس لبيت لحم لكل مكان، للخليل لغزه صالح، لغزه لكل ارضنا كل فلسطين، في فلسطين وكل اهلنا في فلسطين كل سنه وانتم طيبين. كل سنه وانت طيب استاذ وائل، الله يخليك. وانا فعلا سعيد بوجودي مع حضرتك سياده النائب، انت النهارده نورت الدنيا كلها، ربنا يخليك ويقلبك. وفعلا نائب تشرف الدايره اللي انت فيها، نائب ربنا يخليك في العام ده اديت عليك، او زي ما انت قلت يعني احنا شايفين انك اديت ما عليك، اديت ما عليك اتجاه اللي جاي احسن ان شاء الله، وان شاء الله يكون اللي جاي احسن ان شاء الله. كل سنه وحضرتك طيب، طيب وقلبي، وكل سنه واهلنا بخير، كل سنه وكل العالم العربي بخير ان شاء الله. لسه احنا مكملين معاكم بس مع ضيوف تانية، وجايبين معانا شاعره بقى المره دي، جايبين معانا حد ينقل النبض، نبض الشارع المصري ونبض الوطن العربي، ومعها مفاجأة تانية هنعلن عنها بعد الفاصل ان شاء الله. معانا الشاعرة نور هاني وحد تاني معاها، حد مننا. كل سنة وانتم طيبين، نخرج فاصل ونرجع لحضراتكم تاني.